اهم العناوين عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. الاهرام الغضب يسيطر على الاهلي. الاخبار غليان في الاهلي صدمه الذئاب تزيد القلعه الحمراء وجعا. الشروق 50,000 جنيه عقوبه على لاعبي الاهلي بعد خساره من المقاولين. دياز والارجواني كارينيو ابرز المرشحين لخلفيه والاعلان عقب مواجهه بتروجيت. المساء يحدث في القلعه الحمراء جوزيه مديره فنيه للاهلي وجهاز معاون كامل من اوروجواي. عبد الحفيظ ينتظر الخطيب لحسم صفقات الشتاء والمدرب. مجله الاهلي رئيس الاهلي يعود للقاهره الاحد، الخطيب يبدا خطه الانقاذ فور وصوله. الاخبار ليس دفاعا عن البطل، سقوط الكبار ظاهره عربيه وعالميه. مجله الاهلي سيد عبد الحفيظ بعد العوده من جديد يؤكد شخصيه الاهلي ستعود بقوه والروح القتاليه مطلوبه فورا. مجلة الأهلي يوسف يصحح الأخطاء ومحاضرة فنية للاعبين لتجاوز المرحلة الحالية. مجلة الأهلي السابعة مساء السبت بالسويس، الأهلي في مواجهة صحوة بتروجيت. مجلة الأهلي الطبيب يمنح الجهاز الفني الضوء الأخضر، مصابو الأهلي في انتظار الإشارة، فتحي وهاني جهازان لبتروجيت ومعلول ونجيب وربيعة في الطريق. مجلة الأهلي بطل إثيوبيا يقترب من مواجهة الأهلي في دوري الأبطال.